خليني انتقل بيك للي كنت بقول لك عليه، الا وهو سحب الجنسيه من محمود حسين مرشد جماعه الاخوان المقيم في تركيا. ويمكن احنا قرينا كتير او سمعنا كتير وحللنا كثيرا ايضا مع الاستاذ ماهر فرغالي حول الانقسام اللي موجود في الجماعه ما بين مجموعه كانت في تركيا ومجموعه موجوده في لندن، وان هناك انقسام في منصب المرشد، انقسام حتى في التمويل الى اخره. لكني من الناس اللي بتشوف انه بالتاكيد ما فيش انقسام في النظره والاستراتيجية، يعني هم عندهم نقط معينة عاوزين يوصلوا لها مهما بلغت الانقسامات الداخلية في الجماعة. ولكن يصححنا في ذلك واحد من أهم وأبرز الباحثين في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة وما بين قوسين طبعا وجماعة الإخوان الإرهابية، معانا الأستاذ ماهر فرغالي على التليفون. أهلا بك يا فندم. أهلا بك أستاذنا يوسف. عامل إيه يا صديقي؟ والله الحمد لله. أخبارك إيه؟ كيف استقبلت ورأيت وحللت سحب الجنسية التركية من محمود حسين؟ لا خليني أقول لك إن إحنا متابعين قوي الموضوع ده من فترة طويلة جدا. خليني أشرح لحضرتك وللسادة المشاهدين اللي بيحصل بالظبط ويعني إيه معنى سحب الجنسية. اتفضل. هو اللي حصل إن كان خلال الأعوام الماضية أو الشهور اللي فاتت كان في حاجة اسمها الجنسيات الاستثنائية. الجنسية الاستثنائية دي في تركيا كان في ناس بتحصل على الجنسيات عن طريق مثلا انه يشتري شقة، يعمل شركة، ان هو فبدأوا الاخوان عن طريق ما يسمى كيان كده عملوا اسمه لجنة الاعلاميين وحمزة زوبع وهذه المجموعة يبيعوا هذه الجنسيات الاستثنائية، يعني ويكسبوا عشرات الالاف من الدولارات. يعني فبيجي يعني بيبيع الجنسيه الجنسيه ازاي؟ يشتري هو عقار ويعيد بيعه تاني مثلا؟ لا هم ليهم بقى حاجات وشخصيات جوه توغلوا مع الاحزاب اللي هناك وبعض الشخصيات النافذه وبداوا يدفعوا فلوس ويجيب لك جنسيه يدفع له 50,000 دولار فتحصل على جنسيه استثنائيه. فلما حصلت الانتخابات الرئاسيه الاخيره في تركيا وتغيرت الوزارة وبدأت الدولة التركية تعي لمثل هذه الأمور ووزير الداخلية هناك، فبدأ يعملوا إجراءات مراجعة لهذه المسائل كلها، واكتشفوا أن العديد من السوريين والإخوان المسلمين وبعض العناصر متورطين في هذه المسائل. فبدأت تحصل متابعات وملاحقات لبعض العناصر هناك، وأثيرت سائرة كبيرة جدا دفعت وفد من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يروح بسرعة يعمل مقابلة ويدعو الدولة التركية للتوقف عن هذه الملاحقة. وده ما كانش ملاحقة سياسية، هي كانت ملاحقة جنائية. قانونية طبيعية جدا، قانونية جنائية. كان من حوالي شهر حصلت مراجعات لهذه المسألة واكتشفوا ان في 36 من الاخوان واخدين جنسيات استثنائية، منهم محمود حسين، وبعض ال 36 دول مش موجودين على ارض تركيا، ده بعضهم في قطر وهو واخد جنسيه تركيه. فهنا تكتم الامر، يعني الاخوان كتموا هذا الموضوع تماما، حاولوا يحلوا المشكله. الراجل طبعا كان اشترى عقار في تركيا وباعه لواحد سوري اللي هو محمود حسين. باعه لواحد سوري بحيث ان السوري ده يحصل من خلال هذا العقار على جنسيه ايضا. يعني كمان بيتاجر في مصائر البشر يعني. ايوه. فطبعا الموضوع طبعا قالوا له لا ده انت كده ده في مشكله كبيره جدا، فاوقفوا سفره، سحبوا الجواز منه، وهو كلف محامي يدافع عنه. ولما كتموا يعني حصل تكتم على هذا الامر وحاولوا يحلوا المشكله فلم تحل، حبوا يثيروها اعلاميا. مدحت الحداد وعلي عبد الفتاح والمجموعه دي كلفوا واحد اسمه عمرو عبد الهادي، عارفه، شبه العشرة ساغ الفضة كده. أيوة. شكله والله شبه العشرة ساغ. كلفوه ان هو يثير هذا الموضوع، يكتب تويتة او على صفحته بالفيس مواقع التواصل ان محمود حسين ده رجل عجوز وكبير وده مش معقول اللي هو ايه يسحبوا منه الجنسية بعد استدرار تعاطف، يعني استدرار تعاطف ويحرج الدولة التركية. ولكي يحرجوا الدولة التركية عشان تحل المشكلة، مشكلة الناس دي. هم الإخوان ما يهمهمش غير مصلحتهم بس. فطبعا الأمر طبعا أثير وتناقلته يعني ناس وصحف وقنوات وغيره، فطبعا بسحب الجنسية من محمود حسين وسحب الجنسية من الإخوان وغيره وغيره. لكن هذه هي القصة وهذه هي الحدوتة وهذه الحكاية. طب هذه الملاحقات القانونية
هذه الملاحقات القانونية أستاذ ماهر اللي قد بتؤدي في بعض أحوالها إلى سحب الجنسية من بعض من هؤلاء، بتعتقد أنه في حال التأكد التام أو التأكيد على سحب الجنسية مثلا من محمود حسين مثلا، خلاص خلصت القصة وأصبح قرارا نهائيا وبتا اتخذته الحكومة التركية والجهات القانونية المعنية بهذا الأمر، مصير محمود حسين بقى بيبقى إيه؟ لو تم سحب الجنسية المفترض ان هو كده كمان جوازه المصري منتهي وهارب وعليه قضايا، فالمفترض ان هو يتم تسليمه لمصر، ده المفترض يعني قانونا واجرائيا المفترض يحصل كده، بس مش عارف هل ده هيحصل ولا مش الا اذا بقى تقدم بطلب لجوء لاي من الدول الاوروبية اللي هتقدر تقبل بيه، وده المتوقع يعني هم يعني بعض منهم عمل ده، يعني بعض منهم كمان عمل ده، وخلال الفترة اللي فاتت كمان حصل تكليف لكل هذه العناصر في تركيا، يعني ان هو عدم نقد وانتقاد زياره الرئيس التركي اردوغان الى القاهره وعدم الحديث عن هذا الموضوع والحديث عن غزه فقط. يعني وطبعا لازم يعني يروحوا مشوهين الدور المصري ويطلقوا حوله الشائعات فيفضلوا شغالين على القصه دي. لا ده مقسمين نفسهم، يعني هو جزء من اللي يتكلموا عن غزه يدافع عن صمود حماس وانتصار حماس، وجزء آخر يتكلم عن أن النظام المصري يساهم في تهجير أهالي غزة ويمنع المعونات، وجزء آخر يدعو لفتح الحدود. فأنت يعني أنت بتبقى حيرة من أمرك، الثلاث حاجات شغالين في وقت واحد. مجموعة طبعا أحمد هلال وإبراهيم فودة وهذه المجموعة اللي بتقود الكتاب الإلكترونية الإخوانية مشغالة كويس جدا مع محمود حسين، وطبعا لمجموعة صلاح عبد الحق هي مجموعة تانية. فهو ايه هنا انت هنا قدام جماعة مرتبكة برضو، يعني رغم لان في لما تاخد الموضوع من وجهة نظر تانية ونحط بقى نقول نظرية مؤامرة او مش مؤامرة، هنتكلم هنقول لا ده سحب الجنسية جه في اوان زيارة الرئيس التركي لمصر، وده اللي خلى الناس كلها تتكلم انه ممكن يكون الكلام ده سياسي مش جنائي. طيب سؤال أخير، يمكن بعيدا عن موقف محمود حسين وسحب جنسيته من عدمها إلى هي تتسحب، يعني من الآن يقود مجموعة لندن ويمول مجموعة لندن على الأقل إعلاميا؟ لا اللي بيقود جماعة لندن طبعا صلاح عبد الحق، وده رجل يعني هو رجل بتاع تربية وبتاع، ولكن المحرك الحقيقي للمجموعة هو حلم الجزار الذي يقود الإعلام الإخواني بشكل تام، هو رجل فلسطيني مقيم عزام في لندن اسمه عبد الرحمن أبو دية. عبد الرحمن أبو دية، عبد الرحمن أبو دية ولا عزام التميمي هو اللي بي؟ لا عبد الرحمن أبو دية هو الرجل الله الخافي، الرجل الذي لا توجد له سوى صورة وحيدة على الإنترنت، والرجل اللي هو صاحب شركة نون فيلم واللي هي الشركة اللي تنتج الأفلام الوثائقية ضد مصر طوال الوقت، واللي هو بيمول قناة مكملين وقناة كل القنوات تقريبا هو الممول الرئيسي لها، ومن أصل فلسطيني كان مستشار سابق في قطر، انتقل إلى لندن، أسس قناة الحوار، ابنه بيدير الجزيرة مباشر، وبص هو رجل الاخطبوط الكبير جدا يعني بنسبة 90% من تمويل الإعلام الإخواني، أي حد بيعمل فيديو يهاجم مصر فيه على اليوتيوب يديله فلوس. عبد الرحمن أبو دية جاهز على طول. نعم. ديته مليانة. لا ما هو مش فلوسه، لأن هو حتى لما بيجيب فلوس. الولاء طارق قاسم اللي هو الإخواني اللي موجود في تركيا ده تحدث عنه في فيديو واضح، وقال إن هو مكلف من الاستخبارات الإنجليزية باحتواء الإسلاميين عن طريق دعمهم بالمال. طب قال كده أصلاً، هو واحد مشغل معاهم يعني. ماذا يعني، واعذرني في التعبير، وماذا يهبب أنس التكريتي الآن؟ لا أنس التكريتي له دور كبير جدا في بريطانيا، وكان لسه عامل اجتماع في أحد مساجد في جنوب لندن، وهو يقوم بدور في التنظيم الدولي، وإحنا لازم نفرق بين طبعا الحركية للتنظيم الدولي وحركية التنظيم المصري. فهو أنس التكريتي صنفه تحت التنظيم الدولي للإخوان، وهم كانوا عملوا مجموعة من التحركات وعملوا وفد بعثوه لأفغانستان، وهو واحد من أهم العناصر اللي بتحرك التنظيم الدولي في العالم.
أسس مؤسسة قرطبة، واحد من المؤسسين لهيئة الغاثة العالمية اللي هي تابعة للإخوان المسلمين، بتتحرك باسم فلسطين ودعم فلسطين، ولها أنشطة في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية. فدي أنت بتتكلم عن ناس بتلعب في مليارات يعني. ده حقيقي، ده أنا شفت الحسابات الحقيقة يعني. على كل لازم أشوفك قريب، لأنه ده موضوع يحتاج مننا المزيد من الفحص والمحص والمناقشة حول مجموعة لندن، سواء إذا كان التنظيم أو التنظيم الدولي، يعني تنظيم الإخوان المسلمين أو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. أنا بشكرك جدا 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 صديقنا وزميلنا العزيز أستاذ ماهر فرغلي، الباحث المرموق في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية.